معنى اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يعني تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر إليه أقوام، نهى النبي المهاجري عن الرجوع إلى بلده. فلما ذهب، لأن أجر الهجرة سيحبط، سيبطل أجر الهجرة إذا رجعت إلى بلدك. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ومرض سعد بن أبي وقاص، مرض سعد بن أبي وقاص وأشرف على الوفاة، فدعا له النبي اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فالحمد لله شفي وعفي ورجع إلى المدينة مرة ثانية. أحبك الله يا أبا رائد.